محمد فؤاد يهاجم محمد هنيدي، عيب. رسالة مؤثرة من زوجة سعد المجرد في عيده، وحبيبة بيكيه تضعه في ورطة. هجوم حاد من محمد فؤاد على محمد هنيدي. زوجة سعد المجرد تبكي الآلاف في عيده، وحبيبة بيكيه الجديدة تخونه. عاتب الفنان المصري محمد فؤاد زميله الممثل محمد هنيدي بعد تداول تصريحات الأخيرة حول شعور فؤاد بالغيرة منه بعد نجاحه في فيلمهما الشهير إسماعيلية رايح جاي، وخلال حلوله ضيفا مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة ضمن برنامج العرافة. قال محمد فؤاد: إيه الجو المسمم ده؟ بقى يطلع منك الكلام ده يا هنيدي؟ مضيفا: يا راجل راعي العيش والملح وتعبي معاك في الفيلم، ده أنا اللي خليتك تلتزم. أنا أغير منك يا هنيدي؟ عيب، اتقي الله. هو أنا أجيبك معايا الفيلم عشان تفشل؟ بحبك يا هنيدي وقسما بالله ما أعرفش غير منك. هبل اللي احنا فيه ده، أنا غير منك يا هنيدي؟ عيب عيب، اتقي الله. على صعيد آخر، وجهت غيث العلاكي زوجة الفنان المغربي سعد المجرد رسالة مؤثرة لزوجها بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف أمس في 7 أبريل نيسان، حيث نشرت على حسابها عبر إنستغرام صورة لزوجها وأرفقتها بتعليق باللغة الإنجليزية. قالت فيه: على الرغم من أننا بعيدون جدا، فاعلم أنني أفكر فيك في يومك الخاص، يوم ميلادك. أتمنى أن تقضي وقتا رائعا، ولا أطيق الانتظار حتى نتمكن من القصص القصيرة. صورة جمعتها بسعد المجرد وعلقت عليها بالقول: ليس هناك شك في أن المسافة يمكن أن تكون صعبة على العلاقة، لكنني أريد أن أطمئنك أن المسافة لا يمكن أن تضعف حبي لك، أنت إلى الأبد في قلبي. وفي سياق مختلف، ذكرت صحيفة إنسايد سبورت أن كلارا شيا حبيبة نجم كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه الجديدة تخونه مع مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيبي غوارديولا. هذا الخبر شكل موجة سخرية كبيرة من بيكيه بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت أغلب التعليقات تصب في موقع الشماتة منه، حيث يعيش ما جعل شاكيرا تعيشه. ولكن حتى إعداد هذا التقرير لم يصدر أي تعليق من بيكيه أو حبيبته على هذه الأخبار، وكذلك غوارديولا الذي من الممكن أن يتسبب خبر كهذا بتدمير حياته الزوجية في حال كان صحيحاً.